الأحباب، نطلب من الله القدير أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. لأول مرة تشاهد معنا القناة ما يبخلش عنا بواحد اشتراك وبواحد لايك فضلا الأمر بطبيعة الحال، ومدوبوا الفيديو ديالنا على بركة الله. ما غاديش نطول عليكم بزاف في هذا الفيديو هذا، ولكن خصكم تسمعوه وخصكم تعرفوه، خصوصا الناس اللي دافعين الطلب ديالهم للحصول على الجنسيه الايطاليه. اخوتي كاين بزاف ديال عباد الله راه دافعين الجنسيه وعندهم مشاكل يعني مع اللغه. مهم هادشي اللي غادي نعاود لكم، يعني راه وقع بزاف ديال الناس. هذه المره هذه وقع لواحد المغربيه، هذا اللي تشوفوه معايا في الصوره هو السينداكو ديال بونتوليو أليساندرو بوتي. وهذا الشيء اللي دار يعني راه ماشي أول مرة يعني تيقوم بهذه المسألة، ديجا يعني كانت عنده سوابق في هذه القضية هذه. المهم أنه اللي كاين في القضية وفي هذا الخبر هو أنه يعني رفض الجنسية الإيطالية ديال واحد المغربية اللي 21 سنة وهي عايشة هنا في إيطاليا من 2003 وهي في إيطاليا، لكن ما عطاهاش الجنسية ديالها. علاش؟ لانها ما عندها حتى شي مستوى، يعني حتى كما كاتبين هنا وكاتبه الجريده يعني مينيموم، ولا تنستغرب لهذه المساله هذه، يعني انها ما تعرفش يعني حتى يعني كوميتي كامل. سولت واحد كوميتي كامل، ربما انا تنظن ربما السيده مسكينه حشمات ولا مخلوعه ولا خايفه، ولا ربما هذا الشيء اللي تيبان ليا وما قدرش تجاوب ما قدرش تهضر. وفسروها هما هي يعني، وفسرها هذا السينداكو اللي كيسا ولا ليغا معروفه تنعرفوا لا ليغا مع الاجانب يعني كيفاش دايره، فسروها على انها ما عندها حتى شي يعني المينيموم، ما عندها حتى شي مستوى قليل يعني في اللغه الايطاليه. وحتى يعني قال لك من بغات تأدي القسم يعني ما عرفاش تأدي القسم، ويعني ارتبكات. ومهم السينداكو رفض لها يعني الجنسيه الايطاليه. وكنت سبق درت واحد الفيديو نيت على واحد السيده مع نيجيريا مهم افريقيا، حتى هي كذلك ما عرفاتش هي تقول يعني الجورامينتو القسم الايطالي، ورفض لها حتى هو السينداكو. ما عرفتش واش هو هذا نيت نفس السينداكو او السينداكو اخر هو اللي رفض لها الجنسيه الايطاليه. مهم هذه الحادثه ماشي اول مره تتوقع. لذلك الاخوان على الاقل الانسان على الاقل، وهادشي راه درنا فيديوهات على هاد المساله هادي وتكلمنا عليها، على الاقل الانسان يكون يحفظ هذاك القسم اللي تتشوفوه معايا راه هو في الصوره. الانسان جوج كلمات يحفظهم وراه ما غادي يلقى يعني حتى شي مشكل. مهم حتى اللي ما عارفش الجورو اللي غادي يقدر يدير القسم اللي غادي يدير فاش غادي ياخذ الجنسيه الايطاليه، راه هو انا خليته لكم ها هو هذا، ما عليكم يعني الا تحفظوه، راه هو واضح وبين. جورو دي اسيري فيديلي الا ريبوبليكا اي دي اوسيرفاري لا كوستيتوسيوني اي لي ليجي ديلو ستاتو. يعني مسألة جوج كلمات انسان يحفظهم وراه ما يلقى حتى شي مشكل. هذا ما كان في هذا الفيديو هذا. الرجاء حاولوا توصلوا الاصدقاء ديالكم اللي عارفينهم يعني مقدمين الجنسيه الايطاليه، ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.